اهم حاجه عندي الناس بقى اللي فاهمه كده الاكل، فاهمه يعني ايه عجينه الكفته لازم يكون ليها عرق، يعني ايه هو مش دب ده على ده واقلب وخلاص يلا اتفرجوا على الشكل الله جميل، تعالي روحي نفذي الوصفه تبوظ منك، تلاقي الكفته وقعت منك، تدخل الفرن تشقق تفتح، كل دي مشاكل بتقابلكوا. ليه؟ محدش فاهمك يعني ايه عجينه كفته مظبوطه، يعني ايه اعمل عجينه صح. انا ليه النهارده بقول لك عجينه الكفته ما تحطيهاش في الكبه، حتى حبيبتنا اللي كتبت على اللايف وقالت طب انا عندي كبه احطها في الكبه، رديت اسراء قريت لي الكومنت قلت لها لا يا اسراء قولي لها لا عجينه الكفته خلي ليها عرق خلي ليها تماسك. ما تيجي كده يا استاذ احمد نعرف يعني ايه العجينه ليها عرق. انا اعرف العرق ده بتاع الملوخيه اللي هي لما اجي اغمس بودن القطه كده اللقمه تعمل ايه تعمل لي العرق ده اللي اسمه العرق، لكن لحمه ومفرومه ليها عرق ايوه او عود او اسمه عود يعني ايه؟ يعني دي انا لسه عاملاها كان المفروض انها تستريح في التلاجه، وانت في البيت عندك لما تعمليها لازم نص ساعه في التلاجه تديكي النتيجه احلى واحلى، فشوف دي ما استريحتش انا لسه كنت عماله اخرط فيها دلوقتي، اما اخد حته كده واعملها كده بالشكل ده الاقيها نعمت، اهي ما اتحطتش في الكبه بس شايفين ناعمه ازاي؟ طب لو دوست عليها كده عشان اوريكي التماسك بتاعها. بصوا بسم الله ما شاء الله والله يعني بصوا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اهي بصوا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه هابي انت معانا؟ انت هابي النهارده بال عرفتي يعني ايه العجينه ليها عرق؟ يعني تماسك يعني تماسك اهي. ولا دخلت التلاجة سقعت ولا حتى استريحت، ومع ذلك بصي اهي لو مسكتها من حرفها كده بصي اهي ما بتتقطعش. ايه ده؟ ازاي يا ستي الكلام ده؟ لا سحر ولا شعوذة. اولا طبعا ببركة بسم الله، بسم الله لازم تلازمك في كل حاجة من اول ما تصحي من النوم الصبح، ربنا يبارك لك في كل حاجة، تقولي الله المستعان تلاقي كده الوقت فيه بركة والشغل فيه بركة، صحتك كمان فيها بركة، لازم تقولي على طول الله المستعان، تمام؟ وبعد كده روح جاية مسمية على الأكل عشان ربنا يطرح فيه البركة، واشتغلي بذكاء، اشتغلي بفهم، وده اللي احنا في ست الحبايب شغالين عليه، بعمل الوصفة بفهم، أهم حاجة أفهم أنا عاملة إيه عشان ما تبص مني أبدًا، آدي المخرطة عملت لي كده، لو مسكت العجينة شدتها كده وسعيد معانا بندلع نقول له هابي يعني، لو فضلت اشد فيها كده بتشد معايا بتشد معايا اهي، طب انا عايزه اقطعها لو قطعتها بلاقي فيه زي خيوط في اهي باينه معاك يا استاذ احمد الخيوط دي زي انسجه كده، هو ده اهو اهو باين ده العرق اهو اهو شايفين الخيوط دي اللي تحت صباعي دي الخيوط دي دي اهي الله ينور اهي اخده زي ما يكون متخيطه على راي استاذ احمد اهي هو ده العرق وهو ده العود اللي يخليها لك متماسكه جدا جدا عمر في حياتها ما تقع منك من على السيخ ولا تفتح منك في الفرن ولا حتى لو سويتيها على عين البوتاجاز يجرى لها اي حاجه بسم الله ما شاء الله اهي شكلي شكلي يا مروه تعالي اقول لك على كذا شكل يعني مروه بتقول ممكن اعملها زي البرجر ده كان نفس سؤال الست اسراء الصبح قلت لها قالت لي بس ده فيه خضار قلت لها ومال ده هتطعم لك البرجر اكتر ده يبقى طعمه احلى واحلى بصي لو انا عملت كده نفس القطعه اللي انا هريتها في ايديا دلوقتي وسخنت من كفوف ايديا كمان اهي يا ست الحبايب اهي عملنا برجر متماسك وكمان يا استاذ احمد ايه من غير المكبس بتاع البرجر ومن غير غطا البرطمان ولا الكلام ده ادي قطعه برجر اهي معانا اهي على ايه يا رب يخليكوا والله عشان استاذ احمد بقاله كام يوم بيقول لي انت الاكل عندك يتاكل ني بصوا ادي قطعه برجر شوف شكلها جميل ازاي تحفه والطعم تحفتين الطعم ده عسل ادي شكلي برجر اهو ماشي ادي شكل نشكل ايه تاني تعالي نشكل الكرات الصغننه اللي بنحطها في المكرونه للولاد اهو ملاحظين حاجه مش عارفه تاخدوا بالك ولا لا ان انا حتى العجينه مش مستحمله ان انا احط ايديا في ميه البصل والفلفل اللي انا مخليها وركناها على جنب ادي بصوا اعملي الكوره الحجم ده اهو يلا مش لاقيين المبشره مش لاقيين المبشره بتاعتي النحاسي ليه راحت فين يعني انا دلوقتي طالباها على الهوا
تمام. طيب ماشي، انا بس هوري حبايبي كده الناحيه اللي بشرنا بيها بدي. للاسف انا اسفه جدا شكل المبشره اللي انا مطلعها لكم على الهوا عشان مش لاقيه بتاعتي. بصوا المبشره بيبقى فيها كذا جنب، ده الجنب الخشن او الواسع اللي بتنزل منه البشر او الفرم تخين، ودي الجناب دي بقى الجناب اللي بتنزل لي كل الميه، بتعصر الخضار. يعني لو هتعملي البصل من هنا هتعصره، لو هتعمليها من هنا ينزل لك شيبس. انا بقى مش عايزه كل ده، انا عايزه الجنب العريض ده، انا عايزه ده. ده اللي انا بشرت بيه البصل والفلفل الرومي كمان، بشر بشر ورا بعض ورا بعض كده، يديكي بشر ناعم جدا ما يحتاجش الكبه اطلاقا. هنا الناحيه دي نفس الحكايه، لو انت عندك حته لحمه تجمديها في الفريزر ممكن تبشريها من هنا، بس هنا هيديكي ناعم قوي. خليكي مع اللحمه المفرومه من هنا، لو هتبشري اللحمه المفرومه هتبقى بديل للكبه. تمسكي حته اللحمه جمديها في الفريزر، طلعيها متجمده ابشريها من الناحيه دي، تنزل لك كانها مفرومه حالا. لو كان عندي حته لحمه مجمده كنت وريتكم دلوقتي الشكل بتاعها. خلاص اتفقنا، يبقى انا ايه بشرت من هنا ومن هنا. طبعا لازم اعرف، يعني لازم اعرف حاجتي فين. تمام جدا كده، احنا فرمنا بالمخرطه كويس قوي وعرفنا. ممكن اطلع منها برجر كمان، حبيبتنا اللي قالت كده دلوقتي طلعت لنا اهي شكل جديد، وكمان الكفته شبيهه داوود باشا، وكمان طلعنا منها كمان ايه يا استاذ احمد، طلعنا كفته الشوي الاساسي والحواوشي، وهنعمل منها الطرب دلوقتي، وكمان والطرب طبعا حكايه. انت هتجيبي بس منديل ضاني من عند الجزار، قولي له انا عايزه حته منديل ضاني، بس قولي له انا عايزه حته منديل ضاني رفيعه عشان ما يديكيش الحتة اللي فيها الدهن التخينه، وهتتعبي انت بعد كده في تشفيتها وتظبيطها. بصي بقى هعمل ايه، هعمل كده، هجمع كده اللحمه وهجيب مصفى واحط فيها اللحمه، مصفى مفتحه كده حلو كده اهي، وهجيب البوله دي واحط فيها فحمتين كده مولعهم على البوتاجاز في البوله. استنى بقى يا استاذ احمد، ده انا هوريك دلوقتي بقى شو، يعني هيعجبك جدا جدا جدا. يلا بصوا ادي اهي فحمه في البوله نفسها، فحمتين مولعاهم كده بالشكل ده، وهجيب شويه زيت او لو عندك حته ليه، بما ان انت كده كده شغاله بالليه، واروح واخده كده حته الليه منزلاها كده على الفحم. وطبعا حته الليه كمان هتدي ريحه حلوه قوي قوي للفحم بتاعنا. ايه انت طفيت ولا ايه؟ اهو نديله زيت يساعد كمان شويه اهو. لا 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 لا، ده انت بقيت استاذ، ده انت بقيت استاذنا. هو استاذ احمد حزيل بيقول لي نديله هو حته شويه زيت كده يصحصحه. لا لا يا جماعه، لا الراجل ده ايه، حتى انت كمان يا استاذ احمد هتنافسنا. انا منك انت اللي بتصون العيش والملح كده. واروح حاطه اللحمه كده بالمصفى عليها اهي بالشكل ده، مش عايزاها بس تبقى كتماها قوي، علشان انا هبعمل ايه كده. بصوا اهي اهي، بصوا 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 كده، اللي شايفين الفحمه اهي، هي بس كانت عايزه تعلى اكتر، كانت عايزه تعلى اكتر. بصوا ايه اللي بيحصل بقى، انا هدي العجينه نفسها كلها على بعضها، هديها ريحه الفحم، اجي في اي وقت اطلعها من الفريزر واشتغل بيها، هي كفته مشويه، يعني هيبقى هي منها فيها طعم وريحه الفحم. تمام كده بالشكل ده. تاني بصوا اهو، نديها بس شوية دخان كده عشان ايه ما نكتمهاش اهي كده، وما غطيتش، ما حطيتش الفحمة وغطيت عليها علشان زي ما بيتقال لا ده كده مضرة، لا ده كده غلط، لا احنا سايبين المصفى مفتوحة ومخرمة، فهتديني دخنة الفحم، وهتديني هتطعم جدا بالدخان، الطعم الدخان بتاع الفحم، وتبقى العجينة دي كلها كأنها مشوية معايا. تعالوا اول حاجة نعملها، نعمل ايه؟ الحواوشي الاول. يلا بسم الله.
ادي الحواوشي، نجيب كل حاجتنا بقى جنبينا، وادي الاطباق اللي هنشتغل فيها، حواوشي اهو، ونجيب كمان حته المنديل الضاني. بسم الله اهي المنديل الضاني ده، هو ده المنديل اللي بيجي من عند الجزار بالشكل ده، باخد منه بشيل منه اي حتت فيها دهون زياده او العريضه، وممكن افرمها مع الليه وانا بفرمها اللي بحطها على الكفته، وباخد المنديل كده، دي ميه بصل بحط فيها ملح وفلفل اسود، وبنقع فيها المنديل الضاني كده. مش بيقول لكم اهم من الشغل ظبط الشغل؟ يعني ما انا ما جبتش المنديل كده وخلاص، ده انا شفيته وخدت منه الحتت الرقيقه الجميله دي، ونقعته في ميه بصل وملح وفلفل اسود. تخيلوا طعم الطرب ده، الناس بقى اللي غاويه الطرب، طعم الطرب ده هيبقى عامل ازاي بالنقعه دي. وكمان عندنا العجينه المتحبشه تماما واخده ريحه وطعم الفحم. تعالوا اول حاجه نعمل حواوشي. بسم الله نشيل كده عيش نص سوا، نشيل ده دلوقتي لما نجيله، وادي الاطباق بتاعتنا. بروح كده الفرن او تبعتي ابنك يقول لهم عايزين عيش نص سوا للحواوشي، بيتفتح كده بالشكل ده، افتحيه كده اهو. باين معاك طبعا يا استاذ احمد، باين معاك تمام. قوليلي. طيب ماشي، بصوا كده ادي كوره اهي، بصوا التماسك ما شاء الله عليها. كبري صغري بقى زي ما انت عايزه، زي ما انت عايزه في عيش الحواوشي اهي كده بالشكل ده. بصوا شايفين الكوره اول بس ما ضغطت عليها بكفوف ايديا، نعمت ازاي اهي، ومتماسكه ازاي، عسل. يلا بينا. بسم الله هحطها كده في العيش بالشكل ده، واروح فرداها كده. الاول افردها نص فرده، وبعدين اروح قافله العيش وافضل امشي باللحمه كده مع العيش، عشان طبقه العيش اللي فوق تلزق جوه العجينه لما بعمل الحركه دي اهي. بصوا ازاي كده اوصل كده للحرف اهو، وبعدين اقفل. هنا بقى عمر ما العيش يفتح منك ابدا، انت فردتي العجينه بالجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. بصوا رغيف الحواوشي بقى عامل ازاي اهو يا جماعه اهو، بس كده. لو فتحت كده بصوا اللحمه واصله لغايه فين اهي، وكده طبقه حلوه قوي عشان لو حبيتي تسويه على عين البوتاجاز. ادي اول رغيف، نعمل التاني. احنا ان شاء الله يا استاذ احمد لما نرجع من الفصل هيبقى معانا مثلا قد ايه كده. لا طب نكمل هنا بقى حاجتين كده. ماشي يلا يلا. لا لا في كتير، ما تقلقش ما في كتير. بص اهو. طيب ما انا ماشي ماشي، ما عشان كده مش هنطول يعني، هنعمل بس رغيف كمان ده كده اللي في ايدي ده وخلاص اهو. تاني بضغط كده، الضغطة دي يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. الناس اللي بتلاقيها وهي بتعمل الحواوشي تيجي تقلبه يروح فاتح منها بالطريقة دي ولا كلمة. بس ممكن بقى تدهنيه زيت، ممكن تعتمدي على اللية الضاني أو الدهون اللي موجودة في اللحمة نفسها تحمر العيش زي الفل. ده كده مثلا طلعنا منها الحواوشي. تعالوا نطلع ايه تاني؟ فين عيدان الدرج اهي زي الفل. تعالوا نعمل كفته، امسح بس كل ده. طبعا كفته الشوي دي الاساسي بتاعتنا، هستعمل ميه البصل والفلفل اللي استخدمناه، بس مش هبالغ قوي في مسح ايديا عشان العجينه ما تتزحلقش من ايديا. العجينه اصلا ناعمه ولسه ما قعدتش كده رستقت نفسها، فايه ممكن الميه بالزيت دي تزحلقها اكتر. فبالراحه كده هعمل ايه، هاخد كوره بسم الله، وفي الاخر هشوف الكوره دي صباع الكفته طالع معايا كبير صغير، هنظبط الدنيا كده. وبعدين هجيب اي عيدان عندك اي سيخ واشكها بلغه الكبابجيه، يعني اشك العجينه كده. يبقى انا بعملها الاول كوره كده، انعمها كده بالشكل ده، وبعدين اشكها بالسيخ، وبعدين اروح مصبعاها كده. دي بقى مصبعاها او مبصمها،
بالراحة لأن العجينة لسه ما ريحتش في التلاجة، لو ريحت هتديكي نتيجة أحسن وأحسن بأمر الله. بصوا لا بتقلي كده الصباح حلو قوي، ولا إيه رأيك يا أستاذ أحمد؟ أهو هنسيبه كده في حاله؟ لا طبعا، نديله إيه التبصيمة بتاعته، آدي التبصيمة، التبصيمة دي كمان بتطول صباع الكفتة أكتر أهو.